بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير ومحبة وسعادة مشاهدين الأعزاء متابعين قناة الشارقة. حياكم الله معنا في ليلة جديدة تجمعنا وإياكم، ورحلة من المعلومات والجوائز والتنافس بين جامعات إمارة الشارقة. حياكم الله في كأس المعرفة، هذا البرنامج الذي يأتيكم طيلة أيام الشهر الفضيل في هذا التوقيت وعلى قناة الشارقة، مع فرق مميزة تستمر طبعا في مشاركتها في هذا البرنامج. وأيضا مشاهدينا طبعا ما شاء الله نحن قاعد نستقبل كل الطلاب ما شاء الله في هذا البرنامج، وهم دائما مستعدين وما شاء الله كيف يعني عندهم هذه القوة والعزيمة لي مثل ما قلت المشاركة في البرنامج، وهم قد التحدي، فنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله دائما. مشاهدينا نحب نذكركم قبل أن نبتدي هذه الحلقة الجميلة من كأس المعرفة بتحميل تطبيق مرايا، وأيضا طبعا المشاركة في كل الأسئلة الخاصة بكل البرامج التي تعرض على قناة الشارقة، ومن ضمنها برنامج كأس المعرفة. بالأمس طرحت سؤال، وهذا السؤال كان موجود على تطبيق مرايا، والسؤال كان في أي عام تم تأسيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، والإجابة كانت في عام 2014، وطبعا في فائز، والفائز أكيد راح نشوف اسمه الحين على الشاشة وهو علي محمود. ألف مبروك يا علي محمود، ألف درهم مقدمة من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتستاهل يا علي، وإن شاء الله الإخوان راح يتواصلون معك لاستلام الجاهزة. مشاهدينا إذن على بركة الله نبتدي معاكم سباق المعرفة وكأس المعرفة. إذن مشاهدينا بسم الله وعلى بركة الله رحب معاكم بمتسابقينا في هذه الليلة، في هذه الليلة الجميلة والحلقة الرابعة من كأس المعرفة ورابع أيام الشهر الفضيل. عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة والسعادة. يسعدني أرحب بفريق فريقنا الأول من جامعة الشارقة فرع الذيد، ونمسيهم بالخير والنور والسرور. مبارك عليكم الشهر الفضيل، والبداية عندك يا أحمد، سلام عليك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ عساك طيب، يعطيك العافية يا أحمد. أحمد الشحي صحيح؟ أحمد كلمنا عن تخصصك في الجامعة. تخصصي قانون، والتخصص هذا مثل ما هو معروف ومتداول يعني عند الطلاب الدارسين لهذا التخصص. نعم. تخصص يعني يخدم جميع فرص العمل الموجودة في الدولة. نعم. وعد هو تخصص غني عن التعريف في النهاية. جميل. نعم. الله يوفقك إن شاء الله. آمين، جزاك الله خير، يعطيك العافية، تحياتنا لك. جاسم السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله طيب، يعافيك، بارك عليك الشهر. علينا وعليك. جاسم المزروعي. المزروعي ونعم. نعم. يا جاسم. ونعم. جاسم خبرنا عن تخصصك في الجامعة. نعم، تخصصي هو علم الاجتماع. والعلم الذي يدرس المشكلات الاجتماعية ويحللها ويفسرها، ويدرس الجميع جوانب الاجتماعية في الحياة الاجتماعية والواقع الاجتماعي لكل الأفراد والحياة الاجتماعية بشكل عام. يعني. جميل، الله يوفقك. أي سنة يا جاسم؟ حاليا في السنة الثالثة. السنة الثالثة. الله يوفقك ان شاء الله، حياتنا لك. شكرا لك. طه سلام عليك. طه حمود. السلام ورحمه الله. مبارك عليك الشهر يا طه. علينا وعليك. كيف الحال؟ عساك طيب. الحمد لله، الله يسلمك. يا مرحبا طه، شو تخصصك في الجامعه؟ تخصصي قانون بعد. قانون ما شاء. نعم. الله. اي سنه؟ السنه الثانيه. السنه الثانيه ان شاء الله. ليش اخترت هالتخصص طه؟ اشوف نفسي فيه يعني، افكر وعندي جهه التفكير والانتقاد يعني. ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقكم ان شاء الله. جاهزين للتحدي؟ ان شاء الله. معنوية عالية إن شاء الله. تطمحون 5000 ولا 100000؟ أكيد 100000. ما رحل للمركز الأول. صحيح. نعم. إن شاء الله، الله يوفقكم يا رب. وتحياتنا لكم. طبعا كذلك نرحب بالفريق الثاني المشارك معنا في هذه الليلة، وهم من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية. مسي بالخير والنور والسرور على راشد الدرمكي. سلام عليك يا راشد، مبارك عليك الشهر. السلام ورحمة. كيف الحال يا راشد؟ الحمد لله. عساك طيب. طيب. يا مرحبا راشد.
تابعت البرنامج في حلقات السابقة؟ نعم، متابعين البرنامج. متابعين، كيف شفت البرنامج؟ برنامج ما شاء الله إيجابي، ونتعلم منه معلومات مفيدة سواء للطلبة في كل التخصصات. ففي المعلومات العامة الثقافية، وبرنامج طيب الحمد لله يا رب. راشد، في أي سنة أنت؟ في السنة الثالثة. السنة الثالثة، نعم. الله يوفقك إن شاء الله. وياك. أحمد، السلام عليك يا أبو شهاب. السلام ورحمة الله وبركاته. طارق المراجدة، صحيح؟ أي نعم. ونعم يا أبو شهاب، مبارك عليك الشهر. الله يبارك فيك. وخبرني، تابعت البرنامج ولا؟ أي نعم، تابع البرنامج، وطبعا مثل ما نشوف البرنامج يعكس أثر إيجابي على المشاهد أو على المشارك نفسه، تحقيق روح التنافسية بين الشباب، شيء مطلوب بنفس الطلبة اللي هم من طلبة الجامعات يعني. جميل. على وجه الخصوص، في أي سنة أنت يا أحمد؟ في السنة الثالثة. ثالثة. الله يوفقك إن شاء الله. أجمعين. سابقنا الأخير عبد الله الكعبي، السلام عليك يا عبد الله. السلام ورحمة. بارك عليك الشهر. الله يبارك فيك. كيف الحال يا عبد الله؟ الحمد لله. وصحة. كيف المعنوية؟ معنوية عالية والله. عالية ها؟ الحمد لله. في أي سنة أنت في؟ السنة الثالثة. ثالثة. إيه نعم. إن شاء الله مع بعض أصدقاء أنتم، نعم. ولا اليوم تعرفتوا على بعض؟ نفس الدفعة، نفس الدفعة. دفع الدفعة. إيه نعم. الله يوفقكم إن شاء الله. وياك. جاهزين للتحدي؟ إن شاء الله جاهزين. 100,000 ولا 5,000؟ 100,000 أكيد. الأول. الله يوفقكم إن شاء الله أجمعين. طبعا اكيد الاخوان في الاعداد خبروكم بطريقه البرنامج، ولكن اللعبه الاولى فيها سؤال ذهبي، وهو سؤال سرعه، لازم تجاوبون من بعد ما عد 3 2 1 عشان تبتدون انتم في اختيار الرقم في لعبتنا الاولى في البرنامج. جاهزين؟ على بركه الله نبتدي مشاهدينا سؤالنا الذهبي الاول، ومثل ما تعرفون هذا السؤال هو الحاسم اللي يعطي الحقيه للفريق انه يختار الرقم في لعبتنا الأولى. سؤالنا الأول مشاهدينا يقول السؤال، جاهزين؟ جاهزين. بسم الله. سؤال يقول: في أي قارة يقع نهر النيل؟ أنا ما قلت 3 2 1. وين الالتزام بالقوانين؟ وين الالتزام بالقوانين؟ عادل، احنا الالتزام بالقانون المفروض يكون بادر منا اكثر يعني بحكم التخصص. واثنين من القانون يعني، واثنين قانونيين، والشباب ما شاء الله كلهم قانونيين يعني. خذانا الحماس. 3 2 1. يقع نهر النيل ينبع من قاره افريقيا. نعم. من القاره، وينبع من اللي هو من دوله افريقيه. نعم. ويمتد النهر يمتد على اكثر من دوله افريقيه. 10 دول. جوابه صح، جوابه صح. حيوهم وحيوا انفسكم، حيوا انفسكم. الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام. يلا بسم الله. إذن لعبتنا الأولى، مخرجنا توكل على الله. الشفرة هي لعبتنا الأولى مشاهدينا، وأكيد فريقينا من جامعة الشارقة فرع الذيد وأكاديمية العلوم الشرطية. مثل ما تعرفون الشفرة هي كلمة من 7 أحرف تتواجد تحت أحرفها تحت الأرقام من 1 إلى 7. كل سؤال إن شاء الله ينفتح عندنا حرف، وعند اللي بيجاوب على السؤال الرابع نعطيه فرصة إنه يتوقع الكلمة اللي موجودة خلف هذه هي الشفرة. جاهزين؟ جاهزين. بإذن الواحد الأحد، بما أن أنت جاوبتوا على السؤال الأول فبالتالي تختار الرقم من 1 إلى 7 وتفضلوا. رقم 6، توكل على الله. رقم 6؟ يلا نشوف رقم 6. والسؤال يقول، السؤال رقم 6، جميل. يلا سؤال يقول وموجود على الهواء: بوخارست عاصمة دولة أوروبية هي؟ ألبانيا، التشيك، رومانيا، أم النمسا؟ ثانية وقتكم بدأ. فكروا. بوخارست. انتظروا، عندكم وقت. الوقت تقريبا كم باقي لهم؟ 16 ثانية. 15. يعني لا تستعجلون. الوقت هذا وجد عشان تفكرون. رومانيا ولا ألبانيا؟ يلا في إجابة؟ في إجابة؟ نعم، رومانيا. رومانيا؟ نعم. ثبتوا لهم. جوابكم صح، حيوهم. حيوهم وأول 10
ما تحيون نفسك ولا في حد؟ اكيد اكيد الجمهور ان شاء الله يتابعنا. الجمهور باذن الواحد الاحد. الاخوان في جامعه الشارقه فرع الذيت تفضلوا تختارون رقم. رقم 2. رقم 2. 2. شوف رقم 2. شوف رقم 2. ورقم 2 شو يقول رقم 2؟ رقم 2. السؤال: جزيرة في خرفكان تعتبر معلما سياحيا بيئيا رائدا، ما اسم هذه الجزيرة؟ جزيرة القرش أم جزيرة أبو موسى، جزيرة النور، جزيرة داس؟ 30 ثانية وقتكم بدأ وتأنوا. ولا النور ولا داس أظني في بغبلة فكروا وخذوا راحتكم. 15 ثانية و 14 ثانية أتوقع في أبو غبلة في عندنا القرش أتوقع. تعرفون الإجابة؟ عرفناها جوابها. نعطي الإجابة؟ تفضلوا. جزيرة القرش. جزيرة القرش؟ نعم. ثبتوا لهم. وجزيرة النور؟ لا، موجودة في الجانب المطلع على الخليج العربي وليس على خليج عمان. جزيرة النور. جوابكم صح. حيوهم حيوهم حيوهم. يا سلام، اللام والألف. لا تستاهلون. تفضلوا تختاروا الرقم. 3. رقم 3. 3 توكل. رقم 3. سؤال يقول: سؤال: متى تم إنشاء وكالة الإمارات للفضاء؟ في عام 2015، 16، 18 أم 14؟ 30 ثانية وقتكم بدأ ولا تستاهلون. 15. شاوروا فكروا. 2015. شو قلت؟ 2015. متفقين؟ متفقين. انا ثبتوا لهم. انا متفقين. 2015. احمد شو رايك؟ انا والله متردد بين 14 وال 15. متشاور يعني بينهم. وليش ليش يعني متردد؟ لا لا، عندي المعلومة شوي مشوشة، فخلاص توكل على الله. 2015 إن شاء الله. أتوقع يعني دولة الإمارات ما شاء الله صار عندها قفزة كبيرة ما بين إنشاء وكالة الفضاء، الأقمار الصناعية، هزاع المنصوري، سلطان نيادي أو فضاء، وصول مسبار الأمل خلال تقريبا يعني سنوات بسيطة. فممكن الإنسان يقع في يعني مطبة إنه ما يعرف الرقم الصحيح. إن شاء الله الجواب صحيح. للأسف جوابكم خطأ. للأسف. ننتقل إلى فريق جامعة الشارقة وتختارون رقم. رقم 4. رقم 4. شوف رقم 4. رقم 4 سؤال عبارة عن فيديو. شوف الفيديو مع بعض مشاهدينا ومن بعدها نطرح السؤال وتفضلوا. أنا اندمج صراحة في توقعت أن هذا يعني فاصل نرتاح فيه شوية. شوف توقع هاي الأفلام هي من هواة المخرجنا يحب هذه الأفلام. جميل. شفتوا المقطع هذا؟ مقطع الفيديو؟ جميل. سؤال يقول: كم عدد المهرجين في هذا الفيديو اللي شفناه قبل شوية؟ 9، 4، 2 أم 5؟ 30 ثانية وقتكم بدأ. 9 4 ولا غالبا 4 أو 5 لأن اللي كان رقمي 2 و 1 و 2 و 5. لا، أعتقد 5.
طه شاور شاور وياهم طه. انا اقول خمسة اتذكر اللقطة. توكل. الجواب هو خمسة. خمسة؟ نعم. تأكدين؟ ان شاء الله. اللقطة هذه من اي فيلم؟ ما عندي اي فكرة صراحة. ثبتوا لهم. هذا الفيلم من طبعا لقطات من فيلم ذا دارك نايت باتمان، وطبعا من الافلام الجميلة الصراحة. خمسة؟ جوابكم صح، حيوهم. جميل. تختاروا الرقم؟ واحد. اختار. اختار. رقم واحد. رقم واحد؟ يقدرون يختارون الرقم نفسه مرة ثانية؟ تقدرون تختارون الرقم مرة ثانية؟ بس رقم واحد أنا وراه. تبغون رقم واحد؟ تفضلوا. شوف سؤال رقم واحد، سؤال رياضي. منو قال لي قبل البرنامج معلومات رياضية؟ هو نفسه. عبد الله؟ أي نعم. شو تشجع؟ تشجع الأهلي. الأهلي؟ أي نعم. مبروكين، من يومين فزتوا. الله يبارك فيك. يلا. سؤال يقول: من هو هداف الدوري الإماراتي لعام 2021؟ فهد خميس، علي مبخوت، محمد عمر، أم مجد حسن؟ أو مايد حسن عفوا. علي مبخوت. علي مبخوت؟ أي نعم. متأكد؟ متأكد. الرياضة عندنا عبد الله. عبد الله. أحمد شو تشجع؟ أنا نفس الشيء، نادي الأهلي. أي ناوي. أي ناوي؟ نعم. جميل. أنزين. يلا بعد عندكم وقت. توكل على الله. أنا خلاص متأكدين من هالسؤال. متأكدين ها؟ أي نعم. وين يلعب؟ نادي الجزيرة علي مبخوت. جزراوي. فهد خميس لاعب من التسعينيات. شو احمد؟ اللعيبه الموجودين الثانيين يعني واحد منهم لاعب قديم مش حتى اعتزل الكوره يعني. اللي هو فهد خميس. اي. ومحمد عمر بعد. وماجد حسن لاعب وسط مش هداف. علي مبخوت. وجوابهم صح، حيوهم. حيوهم. جميل. الحين عندنا ألف لام فراغ صاد فراغ ألف وفراغ. طبعاً الحين عندكم الحق أنكم تتوقعوا الكلمة، والكلمة معلم سياحي. معلم سياحي في إمارة الشارقة طبعاً. فكروا شوية. فكروا شوية. الإجابة هي القصباء. قصباء. القصباء. قصباء. تأكدين؟ متأكدين إن شاء الله. قصباء. لو إجابتكم صحيحة توقعون كم نقطة راح تأخذون؟ والله ما عندنا فكرة. مخالفين. وإذا خاطئ؟ وإذا خطأ؟ خطأ عادي يعني. لا إن شاء الله، إن شاء الله الجواب صحيح إن شاء الله. إذن فريق أكاديمية العلوم الشراطية اختاروا أنهم يجاسفون ويختارون أو يتوقعون الكلمة اللي خلف المربعات، وإذا جاوبوا صح لهم 50 نقطة، وهم جاوبوا صح. حيوهم حيوهم حيوهم، يستاهلون يستاهلون. 50 نقطة طبعا لفريق الأكاديمية، أكاديمية العلوم الشرطية، و20 نقطة أتوقع صحيح. خلنا نشوف النتائج، خلنا نشوف النتائج على الشاشة. يلا طبعا جاري احتساب النتائج، وبنعرف طبعا بالضبط كم عدد النقاط لكلا الفريقين في طبعا لعبتنا الاولى وجولتنا الاولى من طبعا برنامج كاس المعرفه. والنتيجه هي 50 و20 صحيح، لان 7 كلمات جوابين لجامعة الشارقة من الذيد، فعشرة بعشرة عشرين، عشرة وعشرة عشرين، وخمسين
نقطة. لعبتنا القادمة هي من الألعاب الجميلة، نشوفها مع بعض. وسرعة الضوء هي لعبتنا القادمة، كما عودناكم 15 سؤال لكل فريق في 60 ثانية، وطبعا نطمح أن الفريقين يجاوبون أكثر عدد من الإجابات الصحيحة لتضاف الإجابات الصحيحة إلى رصيد نقاطهم. بما أن فريق المتقدم أكاديمية الشرطة في إمارة الشارقة، فهم اللي راح إن شاء الله يبتدون في هذه المرحلة. جاهزين؟ جاهزين. منو اللي بيجاوب؟ مراحل. أنا بجاوب. جاوب أحمد؟ لازم تكون سريع. إن شاء الله 15 وإذا الكلمة ما عرفها باس. إيه. إن شاء الله. قول اللي بعد. 15 سؤال يستون ساعدة صح؟ ساعدوا. بس لازم تساعدونه بسرعة. كم ثانية؟ 60 ثانية. يلا بسم الله. على بركة الله نبتدي. 1 2 3 عاصمة تايلاند. عاصمة تايلاند بانكوك. صحيح. عملة بريطانيا. عملة بريطانيا الباوند. الجنيه. صحيح. كم كلية في جسم الإنسان؟ كليتين. صحيح. عاصمة البحرين. عاصمة البحرين المنامة. من هي أم البشر؟ طبعا صحيح. أم البشر. أم البشر حواء. صحيح. تقع الأرض في مجرة. مجرة درب التبانة. صحيح. صوت الحصان. صوت الحصان الصليل. حيوان. نعم. حيوان يلقب بسفينة الصحراء. الجبن. صحيح. عاصمة جيبوتي. عاصمة جيبوتي باس. كم حركة في المد الطبيعي؟ باس. جمع كلمة دلو. جمع كلمة دلو. صحيح. أصغر قارة في العالم. أصغر قارة في العالم قارة أستراليا. صحيح. يطلق عليها مدينة الضباب. مدينة ضباب لندن. صحيح. عاصمة الهند. عاصمة الهند بومباي. نيودلهي. صح 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 صح. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، سريعين وفي ثبات في الإجابات. يعني نحن وصلنا 14 سؤال وأنتم ما جاوبتوا على سؤالين. ما جاوبتوا على سؤالين. ما جاوبتوا. نعم على سؤال. على سؤال واحد. سؤال واحد اللي هي عاصمة جيبوتي صحيح. والباقي فإذا 13 سؤال أنتم جاوبتوا عليه إجابة صحيحة. بننتقل لكم. جاهزين؟ منو بيجاوب؟ جاسم. جاسم أنت بتجاوب؟ نعم. جاهز يا جاسم؟ أكيد جاهز. لا تنسى تكون سريع وتقدرون تساعدونه، بس يعني يفضل دائما أنكم تركزون يعني حتى في التفكير أو في المساعدة صح التعبير تساعدونه. جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 وقتكم بدأ. الاسم الثاني لمرض الأنيميا. اللي بعده. المصدر الرئيسي لصناعة الورق. الأشجار. لوح الشجر. نعم. أو ألواح الشجر. بس ساعدك. ما فصيلة الدم التي تمنح لسائر الفصائل؟ أو سالب. أكبر حيوان حجما على كوكب الأرض. الحوت الأزرق. صحيح. من هو أبو البشر؟ آدم عليه السلام. عاصمة كولومبيا. اللي بعده. الشاهين نوع من أنواع الصقور. صحيح. من أين انطلق الرحالة العربية ابن بطوطة؟ المغرب. صحيح. ما الكوكب الملقب بالكوكب القزم؟ عطارد. خطأ. كم عدد قلوب الأخطبوط؟ ثلاثة. صحيح. عاصمة روسيا؟ موسكو. صحيح. إذا كنت في الخارج وأمامك ظلك فإن الشمس تكون؟ إذا كنت في الخارج خلفي. صحيح. إلى أي جهة تتجه إبرة البوصلة دائما؟ الشمال. صحيح. أيهما أكبر في حجم الإنسان، رأى اليمنى أم اليسرى؟ اليمنى. اليمنى. أول رائد فضاء إماراتي؟ هزال منصوري. صحيح. وقتكم بالضبط 12 من 15. ما شاء الله عليكم. 12 من 15 ما شاء الله عليكم. والله يعني أثبتوا خلال هذه الجولة أنكم ما شاء الله يعني معلوماتكم كبيرة وسريعين في اتخاذ الإجابة دون تردد. شوف النتيجة. جاهزة؟ يلا نشوف النتيجة. جامعة الشارقة 140 وأكاديمية العلوم الشرطية
180 والفرق 40 نقطة ما بين طبعا مشاهدينا الفريقين. شو رأيكم؟ في تنافس في تنافس في تنافس ان شاء الله مستواهم طيب. نعم مستواهم طيب. كل واحد فيكم عرف مواطن الضعف، يعني عرفتهم شو يتميزون، او انتم عرفتوهم هم شو مثلا يتميزون، وشو المعلومات مثلا الفئات اللي ما يعرفون فيها معلومات. صحيح صحيح. بس ما شاء الله عليهم متميزين متميزين, متميزين. نعم. جميل جميل جميل. كيف تشوفونهم؟ نشوفهم كذلك. نعم. متميزين؟ نعم. يعني التنافس حاليا مشتد يعني ما بين الفريقين، ولكن 40 نقطة يعني الفارق شوية يعني. إن شاء الله والله نعوض إن شاء الله في الألعاب الجاية إن شاء الله. جميل. اللعبة القادمة هي مخرجنا، توكل على الله. تحدي الفئات، تحدي الفئات 6 فئات، كل فئة تحتها 3 أسئلة. في عندنا سؤال سرعة راح أطرحه، اللي جاوب أسرع من بعد 3-2-1، ما أريد أكرر، ما أبغي أكرر هذه المعلومة، بعد 3-2-1 تضغطون على الزر. شو قاعد تشاورون الأكاديمي؟ شو قاعد تقول لهم راشد؟ سر بين الفريق. سر؟ في أسرار. عندنا خطة. في عندكم خطة ها؟ خطة استراتيجية. خطة استراتيجية؟ جميل جميل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، جاهزين للسؤال الذهبي؟ توكل على الله. سؤال يقول أكبر محيط في العالم هو؟ حط هذه. حطها عندنا. ما قلت 3-2-1. ما قلت 3-2-1 صح؟ والله ما ركزت. قال أظن قلت. ما قلت. سمعنا نحن 3-2-1. ما قلت يا ريال ما قلت. الفريقين ذكر. 3-2-1. تفضل. محيط الهادي. محيط الهادي. محيط الهادي جوابهم صح. ردوا لكم هذا في البداية، صار العكس الحين، ردوا لهم مشاهد. ها؟ تستاهلون تحية طبعا. تستاهلون تحية. جميل. طبعا الحين راح نشوف الفئات، تختارون انتم الفئات بما انكم انتم اللي جاوبتوا، تختارون الفئات لهم هم، فشوفوا مواطن الضعف عندهم في شو من الفئات اللي راح نشوفها. تفضلوا شوف الفئات. عندنا اول واخر، تاريخ، جغرافيا، كره القدم، علماء، من القائل؟ تشاوروا، خلوا الفئات اللي تبونها حكم، واعطوهم الفئات اللي تشوفون فيها اضعف. يلا انتوا سمعوهم بعد، سمعوهم. يلا شباب اختاروا، ما عليكم امر. جامعه الشارقه. احنا اول واخر، تاريخ، كره قدم، علماء. يلا شو الفئات اللي اخترتوها لاكاديميه العلوم الشرطيه؟ كره القدم وعلماء ومن القائل. كره القدم علماء ومن القائل. اذا كره القدم علماء من القائل مترتبين يعني. يلا الأكاديمية جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي بأول فئة وهي كرة القدم، ونشوف السؤال على الهوى. شوف السؤال على الهوى، والسؤال في كرة القدم يقول أين بدأت كرة القدم لأول مرة؟ أين بدأت كرة القدم لأول مرة؟ الإجابات كالتالي: مصر، الهند، أم بريطانيا؟ والوقت بدأ. ذكركم طبعا اللي بيجاوب على الأسئلة الثلاث يضاعف في وقت، عندكم وقت. ها ما عندنا أكيد 100% يعني. مصر، الهند، أم بريطانيا؟ حد دخل بريطانيا؟ ها لا خلاص بريطانيا. عندك بريطانيا. بريطانيا ثبتوا لهم، مو متأكدين أنتم؟ إن شاء الله تطلع صح. إن شاء الله تطلع صح. بس مو متأكدين. 100%. جوابكم صح. حيوهم 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 حيوهم. جميل. وهذه 10 نقاط، وإذا جاوبت على 3 أسئلة راح تتضاعف، من 30 راح تصير 60. وننتقل إلى سؤال في الفئة الثانية، واللي هي شو هي الفئة الثانية اللي عندنا؟ علماء. علماء، من أول من صنف فصائل دم الإنسان؟ لاند شتاينر، توماس أديسون، لويس باستير. 30 ثانية وقتكم بدأ. أظن أخلص مجال. عارف اللي اكتشف الدودة الزايدة. أول من صنف فصائل دم الإنسان. الدودة الزايدة.
توماس أديسون، لندشتاينر، أم لويس باستير؟ أظن باستير. أظن باستير. ليش؟ باستير صح؟ كان يسمح الاسم. لويس. في الدم حس. بتجاوب الدم ماكي؟ جوكر. بعد عندكم وقت. اصبر. شوف أنا. بعد عندكم وقت. اكتشف الدايدا لا تستايلوا. أول ما صنف يمكن ها أقدم منهم يعني. أديسون شو الاسم أديسون؟ وقتكم خلص. لويس باستير. لويس باستير. نعم. ثبتوا لهم. جوابكم خطأ، جوابكم خطأ، جوابكم خطأ للأسف. خسرتوا هذا الفئة يعني ما راح نضعفون. الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة. تبغون تعرفون الإجابة الصحيحة؟ أقول ولا ما أقول؟ لاندشتاينر هو الإجابة الصحيحة. لويس باستير هو اللي اكتشف طريقة البسترة، بسترة الروب. ومن اكتشف الزايدة الدودية توماس أديسون. وأديسون المصباح الكهربائي. والدايدة الزودية. صحيح؟ جميل. سؤالكم الأخير في أي فئة؟ فئة من القائل؟ من القائل؟ وطني لو شغلت بالخلد عنه، وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. من القائل؟ أبو البقاء الرندي، الحسن البصري، أم أحمد شوقي؟ أنا ما بيعطوني إجابة. سؤال صعب. لا الحسن البصري بعد. الحسن البصري شاعر بس ما أدري. ما عندكم وقت. ما عندي خلفية. جاورة نص الوقت. ها أحمد شوقي. حسن القرار. لا. ربع الوقت. الحسن البصري. الحسن البصري؟ ما عندك معلومة. لحظة. الحسن البصري. الحسن البصري. تكدين؟ لا. لا. شو تكدين؟ آخر إجابة. الحسن البصري. أحمد شوقي. جابتكم خطأ للأسف، وعشر نقاط فقط هي اللي طبعا أحمد شوقي. أظن يا عبد الله قلت أحمد شوقي. كلنا قلنا بس سبحان الله غيرنا الإجابة. متردين من الإجابتين. جميل جميل. إذن عشر نقاط فقط الآن مع فريق جامعة الشارقة فرع الديد. جاهزين؟ جاهزين. يعني الحين فرصتكم أنكم تضاعفون النقاط إن شاء الله. تحاولون بإذن الواحد الأحد. نشوف الفئات. وأول سؤال في فئة أول وآخر. السؤال يقول أول استعمار وصل إلى منطقة الخليج العربي. أول استعمار وصل إلى منطقة الخليج العربي. الإنجليزي، الإسباني، البرتغالي. وقتكم بدأ. تفضلوا. شوف هو أظن والله أعلم أنه الإنجليزي لأنه أكثر. لا الإسبان أو البرتغال. فأنا أتوقع الإنجليزي أنا مستبدلها تماما. أعتقد أنها الإسبان أو البرتغال. أنا عرفت خطتكم. أكاديمية العلوم الشرطية عرفت خطتها. نعم بالضبط. بريطاني لا. الإجابة هي البرتغالي. 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 ثبتوا لهم. أول استعمار وصل إلى منطقة الخليج العربي البرتغالي. وجوابهم صح. حيوهم حيوهم. استاهلون عشر نقاط. وننتقل إلى الفئة الثانية وهي التاريخ. والسؤال يقول في أي سنة هجرية وقعت معركة اليرموك بين المسلمين والروم؟ 11، 15، 18، 21، 30 ثانية. وقتكم بدأ. تفضلوا. شو الإجابة؟ يلا الوقت بداهمكم. انتهى الوقت تقريبا. الإجابة 15. 15. ثبتوا لهم. جوابكم صح. حيوهم. سؤالكم الأخير في الجغرافيا يا ترى 20 نقطة أم 60 نقطة؟ والسؤال يقول ما أكبر شبه جزيرة في العالم؟ شبه جزيرة القرم، شبه الجزيرة العربية، أم شبه جزيرة البلقان؟ 30 ثانية. وقتكم بدأ. شبه
يلا شو الجواب؟ الجواب هو شبه الجزيرة العربية. شبه الجزيرة العربية؟ نعم. ثبتوا لهم. إذن الإجابة بعد الفاصل، ابقوا معنا. إذن ما زلنا متواصلين معكم مشاهدينا، وحيا الله كل من ضم لمتابعة برنامج كأس المعرفة على قناة الشارقة. ونستكمل مع فريقينا من جامعة الشارقة فرع الذيد وأكاديمية العلوم الشرطية في إمارة الشارقة. سؤالنا كان سؤال صعب، لأن يا يضاعف النقاط أو يخليهم بعشرين نقطة. وسؤال كان في الجغرافيا، أكبر شبه جزيرة في العالم شبه الجزيرة العربية. جوابكم صح وستين نقطة. ألف ألف مبروك، تستاهلون تستاهلون. وستين نقطة. النقاط يا مخرجنا، النقاط النقاط، يا سلام. 200 نقطة لجامعة الشارقة و190 لأكاديمية العلوم الشرطية، 10 نقاط الفرق بين طبعا يعني المتسابقين. فيلا الهمة يا شباب، الهمة يا شباب. إذن لعبتنا القادمة يلا مخرجنا عنده سؤال لكم، وخصوصا لجامعة الشارقة. ليش اخترتوا الفئات هذه لأكاديمية العلوم الشرطية؟ ونحن يغلب علينا الجانب الأدبي أكثر يعني من الجانب الرياضي وكذا، وإن كان أصلا اختيارنا للجانب الرياضي مو بمناسب لهم هم، لأنهم من الناحية الرياضية يظهر تفوقهم في هذا الجانب يعني. بس اخترتوا لهم أنتوا. مع هذا نحن رأينا أنه الأفضل أن نختار هذه اللي اخترناها، نحن الخيارات اللي اخترناها بحكم التخصص وبحكم الاهتمامات. جميل. شو رأيك طه؟ طه ما مشاركنا اليوم الحديث. موجود ولا؟ موجود إن شاء الله. موجود إن شاء الله. مستانسي؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب. كيف المعنوية شباب الحين؟ ضعفوا النقاط؟ لا لا ما عليك إن شاء الله، العبرة في النهاية. العبرة في الخواتيم مثل ما يقولوا إن شاء الله يا رب. خواتمه في هذه الحلقه ولا لا حلقات الجايه؟ ان شاء الله ان شاء الله في النهايه ان شاء الله. طبعا ما عندنا باب خلاص يعني، نحن تقريبا شرفنا على نهايه البرنامج. ولعبتنا القادمه فضلوا أنت تسأل، هي لعبتنا القادمة طبعا مشاهدينا، ونبتديها مع الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط، فريق جامعة الشارقة فرع الذيد. واللعبة هي كالتالي، أنا راح أجاوب وأنت تعطوني السؤال، ولكن السؤال لازم يكون سؤال مفهوم ومتجانس وواضح، ويكون سؤال يعني يفهم الكل. جاهزين؟ طبعا عندكم دقيقة إن شاء الله لي طبعا اختيار سؤال عن هذه الإجابة. إذن بسم الله، الإجابة هي الحرب العالمية الثانية. وقتكم بدأ، تفضلوا. وقعت بدأت في العام 1933 وانتهت في العام 1935. هذا سؤال 39 1935 وانتهت في 1935. ما سمعت وانتهت في 1945. 45 نعم.
متأكد حتى ما هي الدولة ممكن نطرح أكثر نسبة. لا لا أنا متأكد من هذه الإجابة. 38 أكيد، بس 38 أكيد. أوكي، نقدر نقول ما هي الحرب التي انتهت فيها عام 1945، أو ما هي الحرب التي قامت بين دول المحور ودول في أكثر مسؤول عن الجنوب. اللي متأكد. بس أنا متأكد من التي بدأت في 1919. تاريخ الحرب. الحرب. بالضبط بالضبط. انتهت في العام 1919. أول ما هي الحرب التي وقعت بين دول المحور. وقتكم انتهى. أعطوني السؤال. ما هي الحرب التي انتهت في العام 1945؟ ما هي الحرب التي بدأت؟ ما هي الحرب التي بدأت في العام 1939 وانتهت في العام 1945؟ واللي هي حرب العالمية الثانية. جوابكم صح، حيوهم حيوهم. بالضبط يعني، بالضبط ما شاء الله، بالضبط ما شاء الله. جميل. الآن ننتقل إلى فريق أكاديمية العلوم الشرطية. مجهزين؟ توكل على الله. بسم الله. والإجابة هي مدينة دكار. تفضلوا. شاور أو خذ راحتك. خمس سؤال عام. كمل عام. دكار، مدينة دكار. مو شرط يكون السؤال متعلق بالإجابة نفسها، صح؟ يعني مثل؟ يعني يكون عام شوي. أين تقع مدينة دكار؟ هذا سؤال. لا طبعاً. مو بسؤال هذا. هذا احتيال علي أنا والمعدين وال. لا ليش، بالعكس سؤال دقيق وواضح. لا يعني أين تقع مدينة دكار؟ جوابها مدينة دكار؟ لا. يلا يلا تفضلوا وقتكم. رالي السيارات. ها هاي مساعدة يعني. أنا خذيت من وقتكم شوي. رالي السيارات. أين يقيم رالي السيارات؟ قول قول. أين تمت إقامة رالي السيارات؟ سباق رالي السيارات. لا يعني خذيت الكلمه من عندي وقلتها انت. ما عندنا خلفيه عنها. ما عندكم خلفيه للاسف. وقتكم انتهى. وطبعا هو الاسئله عشان يعني اكون معاكم. مدينه دكار، اين ينتهي اطول رالي في العالم؟ مدينه دكار عاصمه السنغال. كانت العاصمة القديمة للاتحاد مالي. يعني كل هذه الأسئلة هي إجابتها دكار. فلو كنت تعرف أن دكار عاصمة السنغال مثلا قلت لي ما هي عاصمة السنغال. وبهذه هي اللعبة. طبعا أتوقع فريق جامعة الشارقة أخذ النقاط، يعني تصدر قليلا. شوف النقاط. يلا بسم الله خلنا نشوف النقاط. جامعة الشارقة 110 210 190 لأكاديمية العلوم الشرطية و20 نقطة كذلك. يعني بإمكانكم تعدلون مسار النقاط بإذن تعالى. جاهزين لي اللعبة القادمة؟ بسم الله خلنا نشوف مع بعض. المربع الذهبي. لعبة الأولين هذه اكس او، لعبة الطفولة، وهي شبيهة طبعا بالاكس او. تسع فئات، تحت كل فئة سؤال، وبهذه الطريقة نختار فئة بفئة. وبما ان جامعة الشارقة هم المتقدمين راح يختارون اول فئة. شوف الفئات على الهواء مخرجنا. أو
أوزان ومقاييس الغاز، مخترعون علوم تاريخ سينما. اختاروا لي فئة سريعة لو سمحتوا. فئة مدن وعواصم. مدن وعواصم، ونشوف السؤال. السؤال يقول: ما عاصمة ألبانيا؟ ما عاصمة ألبانيا؟ هل كيب تاون، سانت جونز، تيرانا، أم لواندا؟ 30 ثانية وقتكم بدأ. يا تيرانا لا يا لواندا. 15 ثانية. لواندا لا توقع انها لواندا، توكل على الله. الجواب هو لواندا. لواندا؟ نعم. ونشوف الإجابة. جوابكم خطأ للأسف. ننتقل إلى نشوف الفئات لو سمحتوا. شوف الفئات. والفئات اختارون فئة، طبعا كل بعد كل مرحلة الفئات تختلف مواقعها أو تتغير التعبير. الأسئلة موجودة، يعني إذا الفئة مثلا تبغونه ونفس السؤال وكنتوا تعرفون الإجابة بإمكانكم الاختيار. نفس السؤال بالضبط ولا؟ نفس السؤال، إذا تعرف الإجابة تبغي تغامر اختار الفئة هذه وجاوب. مدن وعواصم اختار. عندك فلك، علوم، سينما، الغاز، أوزان، مقاييس، تاريخ، مخترعون، معالم. نأجلها بعدين. شو أنا صراحة؟ أكاديمية. أوزان ومقاييس. إن شاء الله. أوزان ومقاييس. أوزان ومقاييس. نشوف السؤال. السؤال يقول: ما الجهاز المستخدم في قياس سرعة الرياح؟ البارومتر، الفولتمتر، الأنيمومتر، أم الهيغرومتر؟ 30 ثانية وقتكم بدأ. تفضلوا. الأنيمومتر. الأنيمومتر؟ ثبتوا لهم. الأنيمومتر ثبتوا لهم خلال عشر ثواني يعني اختاروا. أحد عنده شيء؟ شو راشد؟ الأنيمومتر. أنت كنت تشاورهم بعد التثبيت. ما ينفع. إذا ثبت خلاص. لا خلاص إن شاء الله. جوابكم صح. أيوم. ويشوف اللوحة. وأول أو عدنا أول أو جامعة الشارجة. تفضلوا. تاريخ أو الغاز. جامعة الشارجة. تفضلوا. تاريخ. ناخذ تاريخ أو الغاز. ناخذ الغاز. الغاز ما في مشكلة. خلاص ناخذ تاريخ. تاريخ. فئة التاريخ. تاريخ. فئة التاريخ. ونشوف التاريخ. سؤال يقول: ما جنسية القائد العسكري نابليون بونابرت؟ هل نمساوي، ألماني، فرنسي، سويسري؟ 30 ثانية وقتكم بدأ. نابليون فرنسي. الجواب هو فرنسي. فرنسي؟ نعم. ثبتوا لهم. ثبتوا لهم على فرنسي. وجوابكم صح. جوابكم صح. وشوف اللوحة كيف صارت. شو تختارون؟ كيف شو اسمه؟ حركة؟ الاستراتيجية تقول شو؟ هل مدن وعواصم ولا هل سينما؟ الغاز عادية شو اسمه ما تعرف تحلها. فلك. انت مصوب اعتبر فلك؟ لا ما انت شو تشوف يعني اعتمد اذا السؤال كان سهل. توكل على الله. فلك؟ فلك 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 فلك. يلا بسم الله. فلك. اعطونا الفلك. والسؤال يقول: مما يتكون الثقب الاسود؟ من فراغ، نجوم، نيازك، مجرات؟ 30 ثانية وقتكم بدا. لا في يتكون مجرة الثقب الأسود.
خمس ثواني. أربعة ثلاثة اثنين فراغ واحد فراغ. ثبتوا لهم فراغ، ثبتوا لهم. لا هي المجرات، اتوقع مجرات، اتوقع مجرات. يعني شفتوا افلام خيال علمي، حرب النجوم، سلسله مارفل، افلام مارفل، ايرون مان، يعني كان فيها امور على الفضاء، كانوا يتكلمون عن الثقب الاسود. و انتوا قلتوا فراغ. فراغ اتوقع اني اسف. جواب صحيح ان شاء الله. جوابكم صح ايوب. جيد. جوابكم صح ونشوف اللوحة. يا سلام. ها؟ جامعة الشاردة. لا يا ريال غير بدل. بسم الله عطونا سؤال العلوم. عطونا سؤال العلوم. والسؤال يقول: ما الغاز المستخدم في إطفاء الحرائق؟ غاز الميثان، ثاني أكسيد الكربون، الهيدروجين أم النيتروجين؟ 30 ثانية وقتكم بدأ. أعتقد الميثان طبعا لا، وثاني أكسيد الكربون أيضا لا، أو ممكن يكون ثاني أكسيد الكربون أو غاز النيتروجين. الهيدروجين لا، لأن الهيدروجين هو سبب الاشتعال، أتوقع أنه ثاني أكسيد الكربون. النيتروجين مستبعد. الهيدروجين مستبعد والميثان مستبعد. النيتروجين شاورات. يعني أربعة ثلاثة اثنين واحد. الجواب هو غاز ثاني أكسيد الكربون. ثبتوا لهم. متأكدين؟ ليس بمئة بالمئة يعني، مش مئة بالمئة. اختصاصاتكم أدبية يعني أكثر من هي علمية، صحيح؟ فالمعلومات دائما تكون حسب الاختصاصات، ولكن ما يعني ما يمنع الإنسان يعرف معلومات من شتى المجالات. أكيد. ثاني أكسيد الكربون. النار دائما شو اللي يشعلها أو يثيرها ويزيد؟ الهيدروجين. الهيدروجين هو اللي يزيد الأكسجين. غاز قابل للاشتعال. قابل للاشتعال. إجابتهم إن شاء الله. غاز الميثان غاز قابل للاشتعال بعد. أحمد شو تقول لهم؟ مبروك إجابتكم صحيحة. مبروك إجابتكم صحيحة. ليش زعلانين؟ وين الابتسامة يا شباب؟ الابتسامة ما تحس فيها ابتسامة. ما تحس فيكم ابتسامة ليش؟ يلا بسم الله. ليش متوترين؟ متوترين صح أحمد؟ متوترين؟ أكيد. ايه شوف جاسم خلاص يعني مهم، تحدي واصل ذروته يعني ذروته. نعم صحيح. يلا الحين طبعا ركزوا، الخط افقي، راسي، عكسي. أكاديمية العلوم الشرطية شو تختارون؟ معالم. معالم؟ اي نعم. اعطونا معالم. معالم راح يكون فيديو ان شاء الله، نشوف الفيديو بعدها نسألكم السؤال. دقق على الشارع وركزوا كل شيء على كل شيء. هذا الفيديو الجميل. السؤال يقول: ما اسم الجسر الذي يربط بين مدينة سان فرانسيسكو ومدينة سوساليتو في كاليفورنيا؟ ما اسم الجسر الذي يربط بين مدينة سان فرانسيسكو ومدينة سوساليتو في كاليفورنيا؟ الإجابات كالتالي: جسر البوابة أم جسر البوابة الذهبية أم جسر الألفية أم جسر بروكلين. 30 ثانية وقتكم بدأ. يا
البوابة الذهبية، جسر البرج، جسر البوابة الذهبية، جسر الألفية، جسر بروكلين. ما أدخل الألفية. جسر هذا شو اسمه؟ قرار بسرعة. خلاص نخليها. شو أنت تقول؟ ترجح. ترجح. بروكلين. جسر بروكلين. جسر بروكلين. ثبتوا لهم، وإجابتكم خطأ للأسف. إجابتكم خطأ. نرجع للفئات لو سمحتوا. تختارون جامعة الشارقة. الغاز. الغاز؟ نعم. يلا أعطونا سؤال الغاز. والسؤال يقول: عائلة تتكون من 6 فتيات ويوجد أخ لكل منهن، فكم عددهم؟ 8 أشخاص، 5 أشخاص، 7 أشخاص، أم 30 ثانية وقتكم بدأ. أم شخص؟ نعم، بس في أم وأب. صحيح، بس في أم وأب. أجاوب علي اليوم. أنا أعتقد أنه 7 أشخاص. وبعدين حتى لو اعتبرنا الأم والأب ما في جواب رقم 9 أشخاص. صحيح بالضبط. 7 في الأم. الجواب هو 7 أشخاص. 7 أشخاص؟ نعم. تأكد؟ نعم أكيد. ثبتوا لهم، وجوابكم صح. حيوم، شوف الشاشة لو سمحتوا، صارت معقدة يعني. يعني أظني تسكرت توقع. يعني توقع شو تختارون؟ لازم سينما. سينما. أعطونا سؤال السينما. سينما. وسؤال السينما يقول: من هو مخرج فيلم الرسالة؟ مصطفى العقاد، جيمس كاميرون، يوسف شاهين، شادي عبد السلام. 30 ثانية وقتكم بدأ. فيلم الرسالة. مصطفى العقاد، جيمس كاميرون، يوسف شاهين، شادي عبد السلام. توكل على شو عبد الله؟ مترددين من إجابتين، يا مصطفى العقاد يا يوسف شاهين. بس نروح يا يوسف شاهين. متأكدين؟ ان شاء الله. كم باقي لهم؟ 3. اذا بتغيرون اذا بتغيرون يوسف شاهين. خلاص ثبتوا لهم. أعطانا فرصة. مصطفى العقاد. يعني يعني أنا لاحظ وايد تترددون في الإجابات صراحة أكاديمية. لا ما في تردد، بس لأن إذا ما عندك خلفية فلازم تتخذ قرار. تتخذ قرار خلال 30 ثانية يعني، بس مو يوم يخلص الوقت تبغى يتغير، لأنه ما يصير. خلاص توكل على الله، الإجابة الموجودة. منو اختار يوسف شاهين ومنو اختار مصطفى العقاد؟ كلنا نفس الإجابتين. كلنا نفس الإجابة. مع بعض، كل حد حط احتمالين يعني. للأسف إجابتكم خاطئة. للأسف الإجابة خاطئة. ونشوف مرة أخرى مشاهدينا شو تختارون؟ سينما. سينما؟ لا نختار معالم. معالم؟ يلا معالم. معالم. أو عفوا السينما. عفوا السينما. سينما ولا معالم؟ معالم. راحت عليكم. معالم. 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 ونشوف السؤال. شوف السؤال على الهواء. والسؤال في معالم يقول: فيديو. نشوف الفيديو مرة ثانية لو سمحتوا. والسؤال يقول، ركزوا على السؤال، أنا بقول السؤال والإجابة. السؤال يقول: وين الجسر يا جماعة الخير؟ الجسر هذا الجميل، ما اسم الجسر الذي يربط بين مدينة سان فرانسيسكو ومدينة سوساليتو في كاليفورنيا؟ جسر البرج، جسر البوابة الذهبية، أم جسر الألفية، أم جسر بروكلين؟ جسر البرج. وقتكم طبعا بدأ.
وين الوقت يا خرجنا؟ قولوا يلا 10 ثواني. اوكي خلاص. جسر البوابة الذهبية. جسر البوابة الذهبية؟ نعم. ثبتوا لهم. جسر أحمر. كيف سموه جسر البوابة الذهبية؟ ممكن يطلع على مدينة ذهبية أو يعني مسمى. والله أنا نفسك ما أعرف، لكن جوابكم صح. جسر باللون الأحمر، ولكن بالفعل هو يسمى جسر البوابة الذهبية. وكما هو مشهور جولدن جيت. تختارون فيها؟ خلاص نرجع سينما والنيبه. لا نرجع نفس السؤال. نرجع مسكر عليهم يفوزوا بدون عواصم. عواصم مسكر عليهم. خلاص بدون عواصم. بدون عواصم. بدون عواصم. بدون عواصم. يلا بدون عواصم. السؤال كذلك نفس السؤال. ما عاصمة ألبانيا؟ كيب تاون، سانت جونز، تيرانا، لواندا. تذكرون أي إجابة هم اختاروا؟ نعم. شو كانت؟ سانت لواندا. لواندا؟ لواندا. إذن متبقي عندكم كيب تاون، سانت جونز، أم تيرانا؟ لواندا خطأ. سانت جونز. كيب تاون كاسم قريب يعني. كيب اسم قريب. حلو. لا لا. كيب تاون لا. سانت جونز. تأكل. دامنا عندك. سانت جونز. تأكل. يلا. سان جونز. سان جونز جوابكم خطأ للأسف. جوابكم خطأ. نرجع مرة ثانية للعبة. تختارون فئة من الفئات. مدن وعواصم واثقين. بتكون عندنا اثنين خيارين. لا مدن وعواصم واثقين. بعدين بيكون عندنا خيارين. اختاروا. مدن وعواصم. مدن وعواصم؟ لا لا يا انا بخطر. اوكي صح صح. انتم ما تبغون تكملون الخط؟ نبغي نطول المسابقة. طول المسابقة؟ نعم. خطة خطة استراتيجية. هذه استراتيجية نحن نلعبها. وإذا جاوبوا هم بياخذوا يعني بيسكرون عليكم، وإذا تسكرت ممكن نحتسب النقاط. خلاص نتوكل على الله. مختار يعني. مخترعون. مخترعون؟ نعم. أعطونا مخترعون. جامعة الشرق يبغون نتسحر اليوم هنا. السؤال يقول من هو مخترع آلة الطباعة؟ توماس أديسون، يوهان غوتنبرغ، غاليو غاليلي، أم لويس بريل؟ 30 ثانية وقتكم بدأ. توماس وغاليلي. يا يوهان يا لويس بريل. لويس بريل. أتوقع هو مخترع. صحيح الاستراتيجية طويلة الأمد هذه. يلا الشاشة. يوهان. سبع. يوهان. الجواب هو يوهان. الخيار الثاني. يوهان. يعني للأسف يوهان غوتنبرغ. وجوابكم صح وكملوا الخط. حيوهم حيوهم. ونشوف واكتمل الأكس واكتمل الأكس واكتمل. ومبروك لفريق جامعة الشارقة فرع الذيد. واكتمل الأكس طبعا في هذه اللعبة الجميلة، واللي دائما أقول هي ذكريات الطفولة، لأن هذه اللعبة نلعبها يعني حتى الكبار يلعبونها اليوم، ويكون في تنافس ويكون في استراتيجية. ونحن طبعا أصعب عندنا لأن فيها معلومات وفيها أسئلة، أما اللعبة الأصلية بس يبغي لها تخطيط وذكاء وتكتيك يعني.
ومعرفة اللعبة وطريقة اللعبة، ولكن طبعا ما شاء الله جامعة الشارقة قدروا يفوزون بهذه اللعبة. وللأسف كذلك الأكاديمية، أكاديمية العلوم الشرطية، أنا كنت أسمعهم، أنا أقرب من جامعة الشارقة فأسمع وهم يتشاورون. على فكرة عبد الله وايد أعطاكم أجوبة صحيحة أول شيء، ولكن أنتوا بعدين غيرتوا. حظ حظ نصيب. نصيب نصيب فعلا. يعني أنا قاعد أسمع، طبعا أنا ما أسمعكم هنا بس ترى المخرج يسمعكم. طبعا لعبة حماسة، لعبة أعصاب هذه، صحيح كانت قوية صراحة. الجميع يشرب بعصير ليمون بالنعناع. ليمون بالنعناع يعني. صحيح 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 بلا شك. طبعا قبل أذكركم بنتائج مشاهدينا، أذكركم بسؤالنا اللي راح يكون إن شاء الله بعد نهاية البرنامج على تطبيق مرايا. والسؤال يقول: منطقة تشتهر بكثرة عيون المياه وبرك المياه تتبع إمارة الشارقة. وأعيد السؤال مرة أخرى: منطقة تشتهر بكثرة برك عيون المياه وبرك المياه تتبع لإمارة الشارقة. وطبعا الإجابات إن شاء الله من خلال تحميكم لتطبيق مرايا 1000 درهم، راح نعلن عن الفائز أو الفائزة غدا في نهاية حلقة كأس المعرفة في تاريخ 5 رمضان. إذا مشاهدينا وفريقين جامعة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية، جاهزين عشان تشوفون النتائج ولا؟ في جواب ونشوف النتائج. إذا المتأهلين: جامعة الشارقة 280، أكاديمية العلوم الشرطية 210، وألف مبروك لجامعة الشارقة فرع الديد على تأهلهم طبعا في هذه الحلقة من برنامج كأس المعرفة. صار معانا مشاهدينا 4 جامعات متأهلة: جامعة الشارقة، أكاديمية العلوم البحرية في خورفكان، الجامعة الأمريكية، واليوم كذلك جامعة الشارقة فرع الديد. هم 4 جامعات متأهلة في التصفيات والمراحل الأخرى اللي إن شاء الله راح تبتدي بعد تاريخ 16 رمضان. راح يتبارون إن شاء الله كل الفرق اللي فازوا في مراحل متقدمة. وراح نشوف الحين كذلك مشاهدينا مرة أخرى الفرق المتأهلة طبعا للتصفيات النصف نهائية من برنامج كأس المعرفة. نشوفهم مع بعض. وهذه هي الفرق: جامعة الشارقة، الأكاديمية البحرية، الجامعة الأمريكية، واليوم كذلك جامعة الشارقة فرع الديد. وألف مبروك لكم طبعا التأهل في كأس المعرفة. ويا ترى من هم الفائزين في نهاية إن شاء الله شهر رمضان المبارك؟ راح نعرف من الفائز ب 100,000 درهم وكأس المعرفة. شكرا لكم جامعة الشارقة فرع الديد، يعطيكم العافية. استمتعنا صراحة الحلقة فيها تنافس وما قصرت، والله يوفقكم وشد حيلكم وراكم إن شاء الله مستويات أعلى. شكرا لكم على هذا البرنامج الرائع صراحة، الغني بالمعلومات واللي عرفنا يعني صراحة رائع هذا البرنامج. مشكور مشكور. شكرا ل100,000 عاد إن شاء الله يا رب، الله يوفقكم. شكرا لكم كاتبية العلوم الشرطية، مشكورين، جزاكم الله خير. واستمتعنا بعد، أنتم إن شاء الله فريق وخصم قوي يعني لا يستهان به، ولكن يعني بعض اللحظات شوية ترددتوا وما تكتوا من الإجابة. يعطيكم العافية وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا. الله يحفظكم. إذا مشاهدينا إلى هنا وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج كأس المعرفة. يتجدد اللقاء بإذن الله تعالى غدا في نفس التوقيت مع أسئلة جديدة وتحدي جديد وكذلك جامعات جديدة. إلى الملتقى من يوم طاقم العمل، كل التحايا، في أمان الله. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.